السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. علماء اخواني اخواتي، علماء السلف يقولون اذا عندك مشكلة في المعدة، علماء السلف يقولون كل الرمانة بشحمه، هذا هو الشحم، فإنه دباغ المعدة. كل الرمانة بشحمه فإنه دباغ المعدة، علاج لوجع المعدة، يوميا 3 مرات تاكل هذا الشحم، هذا الشحم خلال ان شاء الله يومين ما يبقى الوجع بالمعده ان شاء الله تعالى. خوش استاذ باشري شهر سر اجز معده هشا بزكي هناري او بيدن بزي معي زان هذا فرم كل الرمانة بشحمي فانه دباغ المعده بخون ان شاء الله تعالى عيبتنا منه شف. وهذا هو علاج للوجع المعده، لان كل الرمانة بشحمي فانه دباغ المعده، يعني المعده اذا به انتهابات ما يخلي يبقى، اذا اسبوع يومين ثلاثه تاكل ما يبقى هذه المشكله، وهذا نعمه من الله الرمان. وصلى الله على محمد وآل محمد إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله.